وللمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات لمنتدى شباب العالم والذي يبدأ غدا، ينضم إلينا من شرم الشيخ مباشرة من هناك موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، يعني تحدثنا عن آخر الاستعدادات ساعات قبل افتتاح الرسمي لمنتدى شباب العالم غدا بإذن الله. نعم، مثال ساعات المستويات الرئيسية والخاصة بمنتدى شباب العالم في الشاشة الرابعة هنا بمدينة شرم الشيخ، كما حضرنا على مدار اليومين الماضيين، اليوم الماضي أمس واليوم الجولة الأسبوعية التي ناقشت عدد كبير من المواضيع الهامة كما ذكرتم، مثل كورونا وتداعيات جائحة كورونا وأيضا مبادرة حياة أمينة تقدمها جميع الأقسام وأعتقد التوفيق مثل 2030 نعم كريم، وصلت يعني جميع التفاصيل التي ذكرتها، ونتابع معكم غدا بإذن الله تفاصيل أكثر حول فعاليات منتدى الشباب في شرم الشيخ. جزيل الشكر لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من شرم الشيخ.